شكرا جزيلا للزميلة ميس الكراد على هذه المداخلة الجميلة. أما الآن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى موفدنا كذلك بمنتدى الإعلام العربي محمود حمدان الذي يتواجد بين أروقة طبعا المنتدى. إليك محمود. نعم ساندي واميرة، تحية لكم مجددا من منتدى الإعلام العربي من ساحات هذا المنتدى لنلتقي يعني خيرة من الناس الذين يزورون المنتدى دائما، هم ضيوف يترددون على هذا المنتدى. معي اليوم المؤثر وصانع المحتوى من ليبيا وليد المصراتي. أهلا وسهلا بك وليد. يعني أنت ليست هي الزيارة الأولى لهذا المنتدى، ولكن يعني حضرته بكذا استضافة. ما هو الجديد الذي لفت نظرك هذا العام؟ بالفعل يعني شكرا محمود على المقدمة. اللي لفتني هذه السنة في المنتدى أنه كان في تركيز أكثر على الذكاء الاصطناعي، وأول مرة نشوف كيف الذكاء الاصطناعي تم استخدامه داخل المنتدى بتقنية مي اللي كانت تعرفك عن كل الجلسات النقاشية اللي قاعدة تصير في المنتدى والجدول والبرمجة. فحسيت أنه في قرب أكثر من المستقبل، وهو مستقبل الإعلام هو عنوان وشعار هذا المنتدى هذا العام. واللي نحبه في المنتدى على طول نحب زيارته كل سنة لأنه يقرب يقربني أكثر من الأشخاص اللي نحبهم في الإعلام وفي التلفزيون وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن بالتأكيد الكل يكمل بعضه في هذا المجال. طب وليد، كانت هناك كان يوم خاص بالشباب وكنت أنت موجود في هذا اليوم، لو تضيء على هذا اليوم وما الذي أضافه لعنصر الشباب خصوصا في القطاع الإعلامي؟ صح، اليوم كان في أول سنة كان يكون في المنتدى الإعلامي للشباب. بصراحة يعني انبهرت بكل الجلسات اللي كانت موجودة، أسماء كبيرة كانت موجودة، تم طرح عدة نقاشات وحوارات، وكان في كثير من الطلاب الإعلام سواء إماراتيين أو عرب، في ناس جو حتى من الخارج للمشاركة في هذا المنتدى. وكنت نتمنى أن يكون أكثر من يوم صراحة، لأن كنت متابع كل الجلسات والكل كان قاعد يعطينا في نصائح تفيدنا سواء في صناعة محتوى أو حتى في الإعلام والتلفزيون. فنحييهم على طول نادي دبي للصحافة على هذه المشاركات، ونتمنى أن يكون في أيام أكثر، لأن صراحة 3 أيام ما كانت تكفي. نتكلم عن المحتوى الذي تقدمه خصوصا فيما يتعلق بالسياحة في الإمارات وفي دبي يعني بشكل خاص. تجربتك في هذا المجال كانت لها نكهة خاصة، لو تكلمنا عن هذه القصة. حبيبي، فأنا يعني دبي هي العالم، دبي دانة الدنيا زي ما نقوله على طول، ودبي صراحة تستحق منا كل شيء. يعني أنا من اللي انتقلت لدبي نشوف في أشياء كل شيء غير عن أي مكان في العالم، فنحب دائما أن ننقل هذه الصورة للعالم. مثلا لأن في أشياء نحن عنا بس غيرنا ممكن ما يعرفش أنها موجودة، فنحب على طول أن ننقلها من دبي لكل العالم، لأن لازم يعرفوا أن في مكان وأرض عربية دارت كل هذه الإنجازات، وربي يديمها يا رب. كان لك فيديو مؤثر يعني انتشر بسرعة، هو فيديو النظافة في دبي عندما مشيت يعني بالجوارب البيضاء. احكي لنا عن هذه القصة بشكل مختصر. هذا الفيديو كان في خبر أن دبي أنظف مدينة في العالم، فقلت لازم نختبره لأن على طول نحب أن الناس تتفاعل مع الفيديوهات. فبصراحة الفيديو ما توقعتش أنه يوصل بهذا، يعني عالميا انتشر الفيديو الحمد لله. ودبي نظيفة نظيفة جدا، ودبي من أأمن الدول في العالم، والحمد لله نشكر ربي على هذا الشيء. وأنا اخترت دبي ليكون بيتي، ونحن بيدنا نشد على يدك في هذا المحتوى القيم. شكرا لك المؤثر وصانع المحتوى وليد المصراتي، شكرا لك من هنا. ونتابع من منتدى الإعلام العربي، نتابع تغطياتنا، وعودة إليكم مجددا ميرا وساندي إلى الاستوديو.